كان الإعلام الوطني قد نعى إلى السوريين فقدان أحد كوادره المميزة المقدام، المراسلة الحربية يارا عباس التي ارتقت شهيدة إلى الله صباح اليوم إثر تعرض فريق الإخبارية السورية لكمين مسلح في مدينة الخصير. غادرتنا يارا، لكن بكل الإيمان والقوة والصمود نعد بمواصلة الرسالة الإعلامية الوطنية والوقوف في وجه أعداء الوطن. يارا، الجهة الشمالية من الخصير، كيف هي الآن الأحوال فيها؟ يارا عباس، الإخبارية السورية نحن متواجدون الآن في مدينة الخصير بريفها حمص. معنويات الجيش حسين كما هي دائما هي معنويات مرتفعة جدا جدا جدا. القوات المتواجدة على الأرض مصرة أن تهدي هذا النصر اليوم للشعب السوري. اليوم هو يوم عظيم حسين، وسيسجل التاريخ انتصار جديد في مدينة الخصير بإذن الله في ذكرى هذا اليوم المبارك. في ذاك اليوم نقلت زميلتنا الشهيدة يارا عباس زهرة 25 ربيعا انجازات الجيش العربي السوري في مدينة الخصير، مؤكدة انه يوم عظيم. اما اليوم فهو يومك يارا، وقصة بطولتك، وانت ترتقين شهيدة الى الله من ساحة المعارك حيث غادرتنا. قواتنا المسلحة ما زالت مستمرة في التصدي لهؤلاء المجموعات وتدمير اوكارهم، وسنبقى لنوافيكم بكافة التفاصيل. هذه الكاميرا التي وقفت أمامها يارا وهي مفعمة بحب الوطن والإيمان ببواسل جيشنا حماة الديار، مستمدة القوة والإقدام من جبروتهم وتضحياتهم، تنقل للعالم الحقيقة على أرض الحدث بعيدا عن التزييف، دون أن تدري أنها المرة الأخيرة التي تزاول فيها مهنتها المعشوقة. هي ذاتها تزفها اليوم عروسة الوطن بعدما استهدف الإرهابيون المرتزقة فريق قناة الإخبارية السورية أثناء تغطيته لمعارك الجيش بالقرب من مطار الضبعة في مدينة الخصير، مستهدفا الإعلام الوطني الشريف الذي واظب وبكل جسارة وبكافة كوادره على الوقوف بوجه إرهابهم وتحديه وفضحه. يارا الفتاة الحيوية المبتسمة كما يصفها زملاؤها لم تنفك طوال السنتين الماضيتين عن نقل الحقائق من كل الميادين، ومع أنها لم تحمل سلاحا ذات يوم سوى سلاح الكلمة والحق لم يرهبها سلاحهم، فهم تجار موت ودم وخراب، وهي كانت تبحث عن الحقيقة لتقديمها كما هي وفضح إجرام وقذارة عصابات الإرهاب التكفيرية. فلم تثنها إصابتها مسبقا في مدينة حلب ولا ساعات الحصار في حي القدم بدمشق عن مواصلة أداء رسالتها الإعلامية، بل زادت من عزيمتها وأصرارها على العطاء وخدمة الوطن. الوطن بيحتاج لجهد كل إنسان، وهي واحدة من الشهداء اللي سقطوا على هذا الدرب. أنا بفتخر بأنه يارا كانت حس الوطن كبير، حريصة على هالوطن، حريصة على أنه هي تنقل جرائم الإرهابيين على أرض الواقع وتصور المجازر والارتكابات اللي مارسوها والشناعة. يارا أنا بتقديري ما ماتت، يارا عايشة بداخلنا، عايشة بقلوبنا، لأنه هي كانت المثال اللي يحتذى على أرض الواقع والإنسان الخدوم والمتفاعل مع الآخرين. حبيت الأحمر لأنه بتمثل أنت النار اللي فيه، لون الجمر اللي فيه، هي كانت من دفعة، هي كانت بتحب تكون أول شيء، بتقلي أنا بدي أكون مثلي مثل أي جندي، أنا بدي أنقل شو عم يصير بالمعركة، أنا بدي أعمل شيء كبير، وهي عملت شيء كبير، استشهدت، هي استشهدت، وهي كانت أمنيتها إنه نحتفل نحن وإياها بالنصر، ونحن إن شاء الله رح نحتفل بالنصر، إن شاء الله رح نحتفل بالنصر، الله يرحم الشهداء وينصر الجيش، الله ينصر الجيش. الرحمة لروح الشهيدة يارا عباس، الزميلة الإعلامية البطلة اللي كان لي الشرف
أني رافقتها بعدة جولات في مدينة الأقصر وتعرفت على شخصيتها القوية. يارا بصراحة وبكل أمانة تتمتع بشخصية قوية، كانت على الخط الأمامي دائما وبتطالب دائما أنه تكون على الخط الأمامي لنقل الحدث كما هو. وهنا زملاؤها في قناة الإخبارية بدمشق وهم مفجوعون على غيابها الثقيل، يعدونها بمواصلة رسالتها والوقوف في وجه قاتلها وكشف حقيقتهم. يارا صوت الحقيقة، يارا البنت الشجاعة، يارا اللي نصفها رجل ونصفها أنثى كما كتبت على صفحتها على الفيسبوك، يارا اللي كانت دائما مصرة على أن تكون بالخط الأول مع الجيش العربي السوري، اللي كانت دائما حلمها أن تنقل الحقيقة، كانت تحمل هاي المهمة، هنن دائما مشكلتهم مع الحقيقة ويارا كانت مصرة على نقل الحقيقة. الرسالة هي استمرارنا بالعمل، وفائنا لرسالة يارا. نحن كل شخص منا هو يارا، كل شخص منا مستعد يكون مثل يارا. نحن أيام قليلة أو لحظات جمعتني بيارا، تعلمنا منها فعلا أو تعلمت أنا منها الصبر والثقة وحبها لعملها. نحن رح نستمر رغم الألم والجراح اللي صار. الله يرحمك يارا وكلنا يارا عباس. استشهاد يارا هو أمر بالنسبة لنا أمر جلل ومحزن، وقع علينا كصاعقة، لكنه في الوقت نفسه يدفعنا لمزيد من التمسك بالدفاع عن الرسالة الإعلامية الصحيحة، بالدفاع عن منطق الحق، بالدفاع عن كل ما يشوه صورة سوريا في هذه الحرب الكونية التي تخاض ضدها. عودي، لا أستطيع أن أتابع عملي بدون. بكيت ذات مرة يارا زميلتك يارا صالح أثناء اختطافها من قبل العصابات المسلحة وطالبتها بالعودة، واليوم كل سوريا تبكيك وتضيف اسمك إلى قافلة شهدائها، شهيدة في سبيل عزتها وكرامتها، عاجزة أن تطالبك بالعودة. ارقدي بالسلام، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.